السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. هل يجوز حفظ القرآن بمفردي دون شيخ؟ هل أنت تعلمت القراءة الصحيحة أم لا؟ كنت أحفظ، يعني كنت بحفظ القرآن مع شيخ، بس يعني ظروف شغلي وظروف عملي يعني. أي يمكنك أن تحفظ إذا أتقنت حتى على المذياع، على المسجلات، على الراديو، على القنوات الفضائية تسمع.